يفهم احلى راديو عسلامه. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا لحديش وعشرة دقائق. هذه الو يفهم اليوم بالتعاون مع اجنس استوديون مختصه في المجال الدراسي في تونس والخارج. اليوم باش نحكيوا على الطلبه اللي شنو الحاجات اللي باش يعملوهم ولا يحبوا يعملوهم ولا الافاق اللي تنجم تتحللهم بعد ما يكملوا المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمراحل الاخرى من التعليم العالي. باش نجاوبوا على مختلف الاسئله هذه باش تكون حاضره بحثنا مدام سلمى كسار بن سليمه مستشاره في التوجيه الدراسي والمهني. مرحبا مدام سلمى، مرحبا بك بحدينا. اسمع انا استنست بدي كذا شقوق دكتوره عفتي عام ونص نقول دكتور مرحبا بك دكتوره كوميم راه اي دكتوره كوميم سي فري. دونك مدام سلمى مرحبا بك بحدينا في عايشك الله يخليك. قبل ما نجاوبوا على مختلف الاسئله اللي نجموا يطرحوها الطلبه، احنا هبطنا للشارع التونسي وسالناهم شنو تنجم تعمل بعد ما تكمل المرحله الاولى، اسكو تنجم تكمل المرحله الثانيه، شنو الحاجات اللي نجموا يعرضوكم بعد في سوق الشغل، اسكو تعرف الدبلوم تاعك نجم يوصلك النهار الاخر تنجم تدبر خدمه محترمه وتكون انت ايبانوي وفرحان فيها. خاطر هذه زاد نقطه مهمه ياسر في الموضوع نتاعنا اليوم. هذا شويه اخر باش نجاوبوا عليهم، اما جوست باش نبداو نحكيو معاك مدام سلمى. ساعات فما برشا عباد تلقاها الحكايه الكل تبدا من اللي خذا الباك ديجا من يكون حتى من التوجيه قبل ما ياخذ من الباك نتاعو تلقاه مثلا سيونتيفيك ولا ليتيرير يقولوا لا اسمع اسمك تتعدى سيونس وصحابك الكل وخالاتك وبنت خالاتك الكل دي ماتو دي سيونتيفيك اسمك انت تمشي ثنيا هذيك يمشي يقول لها عباره برك مشيت في ثنيا هذي وبعد ياخذ الباك اي شنو باش تعمل انت تو اسمع ولا اش رايك تمشي تبع كيما ولد خالتك عمل ندرا شنو في الفكره هذيا وراه عمل هكا وراه قد هكا تلقاه مسكين فيكو ما يعرفش يسمع كلام والدي ولا يسمع كلام العباد اللي سبقوه شويه في القرايه في شويه قرايه في العائله يتبعهم وبعد فما شكون تصدف معاهم وتمشي ثنيا هذيك صحه وفما شكون مساكن ديجا من الثنيا الاولى اللي باش تحلوا الافاق نتاع نسيتني في الجمله يقفش اللي باش تفتح له الحياه المهنيه تلقى لو فوبا ديجا تعمل من اول نهار في الاورينتاسيون نتاعو يقول لك هو باين حصلت يا سيدي مشيت فيها ثنيا هذيك اما ساعات الحصله تبدا طويله علاش على خاطر ديما نرجعوا للسؤال المهم تاع لي ستوديون والا لي زيليف ما يعرفش شنو باش يعمل شنو الخدمه اللي هو يحب يخدمها اسكو تتلائم مع المؤهلات نتاعو والا لا اسكو باش يلقى روحه في الخدمه هذيك ولا اسكو يختار هو الخدمه هذيك اسكو بعد فما موجود منها في سوق الشغل والا سي تسكرت والا لا دونك كي نجاوبوا احنا على الاسئله هذوما الكل اللي يطرحوهم الطلبه خلينا نسهلوا لهم وحتى اللي يحصل ما يكملش يحصل حياته الكل تفضل لا قبل كل شيء فيكتيمون هو فما برشا سؤالات في السؤال في كل معناتها مع بعضهم هو ديما نقول لازم واحد ياخذ الوقت باش يخمم معناتها يبخون ان تون داغي ويحاول يسال روحه سؤالات الكل كيف قلت انت بدينا نسالوا فيهم معناتها لازم ياخذوا تون داغي كو بعد الباك ولا بعد عمل بروميي ديبلوم مش مشكل نجم يعمل بروميي ديبلوم فما بوكو ديبلوم بوست يونيفرسيتير معناتها بوست باك ليسونس بي تي اس بريبا وكل ما يسالش اي نيمبورت كيل مومون وانا نقدم ومانيش مش عاجبتني ولا نحب نعمل حاجه اخرى ونحب نعمل ري اورينتاسيون نحب نعمل ريكونفيرسيون نجم ناخذ الوقت باش نخمم اي جو مي بوز و جو مي فيكس ونقول لي بون كيستيون كيف قلت انت شنو نحب نعمل من بعد كيل مون بروجي بروفيسيونيل وين نرى روحي دان كيلكو زاني شنو هو البوست اللي روحي نخدم فيه الكارير اللي روحي نتبع فيها دونك يفو فريمون وقتها كومونسي ا سو بوزي لا كيستيون فهمت ومن بعد بيان سور كونت اون سو بوز الكيستيون حشتي يا نعرف شنو نحب نعمل يا ما نعرفش تعرف هو يمكن المشكله في النقطه هذه مدام كي كونت يسوبوز لا كيستيون ما يلقاش الريبونس وي ولا من عند شكون يمشي ياخذ لا بون ريبونس هو جينيرالمون المحيط الداير بالعبد هذاك كيما قلت لك يا اما العائله يا اما لي بارون هما اللي باش يجاوبوا اما اوتر معناها السيكتور سيركل هذايا مش باش يلقى لا بون ريبونس هي مع الانترنت عن انترنت حاجه مانيفيك مع انترنت الوغ لا انترنت ما كانش عندنا في عمرنا احنا كنا صغار وتوا عندنا موجوده دوك نجموا حتى نسالوا السؤال سور انترنت ديجا نسالوا شنو نجم نعمل ابخي جو سي با موا اون ليسونس اون بيوتكنولوجي ولا اللي هو ديجا دوك نجم نحاول نسال سي فري كو ساعات فما محيط عائلي يبدا ينجم يجاوبك ديجا وفما محيط ما يجاوبش نجموا نقابلوا وقتها دي سبيسياليست وقتها نشوفوا دي بروفيسيونيل نتاع السيكتور نقابلوا دي كونسيي دورينتاسيون نحاولوا ندخلوا جوستومون فما بلان دو سالون دو فوروم دو سبيسياليست معناتها نحاول نمشي نحكي معاهم علاش ليه
معناتها ديجا نتحصل على المعلومة. باهي، فما برشا طلبة ما تحصلوش على المعلومة الصحيحة وتلقاهم تعبوا حاجة ما حبوهيش وإلا ما عينهمش فيها وإلا السكور نتاعهم هزوا منك الحاجة هذيك. فما برشا عباد تسألني ما احنا في الشارع التونسي وجيت براتيكمون لي ريبونس في شنو توا نجمو نخدمو ولا ما نجموش اليوم. باهي يوكي يسمع باهي اوكي، دونك باش نجاوبوا عليهم الحاجات هذوما مدام سلمى. نعاود نذكرهم اللي الموضوع نتاعنا اليوم شنو الحاجات اللي نجم يتعرض لها ولا المشكل اللي نجم يتعرض لها الطالب بعد ما يكمل المرحله الاولى والمرحله الثانيه نتاعو من التعليم العالي. وحاضره بحذنا مدام سلمى كسار بن سليمه، مستشاره في التوجيه الدراسي والمهني. ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين. نجمو تتفرجوا في كامل برامجنا دون انقطاع 24 ساعة على الـ 24 في EFM TV على شين يوتيوب راديو EFM. ملا ادخل من توا وتبعنا من الصباح لليل على EFM TV. انتم تسمعوا في ألو EFM من 11 نص نهار مع هجر الحناشي على EFM أحلى راديو. This is Africa. EFM أحلى راديو. أنتم تسمعوا في ألو EFM من 11 نص نهار مع هجر الحناشي على EFM أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل نصف نهار. حاضر بحدينا مدام سلمى كسار بن سليمه، مستشاره في التوجيه الدراسي والمهني. واليوم نحكيو على ابرز المشاكل اللي نجم يتعرضوا لها الطلبه بعد اتمام المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه من التعليم العالي والثالثه ثابته الحمد لله. نورمالمون سي بون نجموا نسمعوا شنو قالوا الطلبه في الموضوع هذايا. سالتهم زميلتنا اشراق، نسمعوا شنو قالوا بعد نجاوبوه. فورمالتي دوانير اسني تمينا في جانفي باش نكمل بي تي اس في الدومين. نيفو نتاعي ليسونس ابليكي اون جيستيون كونتابل، قريت في منوبه. ما خممش نعمل نكمل اكثر من ليسونس، نحب نعمل فورماسيون اونجلي. حاولت باش نكمل اما الفاك اللي انا قريت فيها ما نجمتش نكمل فيها ماستر، فهمت؟ ما معناتها ما قبلونيش، حتى الفاكات اللي بجنبها ما قبلونيش. انا ما قريتش العام هذا، انا نجحت الباك بموين ما توصلنيش للحاجه اللي نحب عليها. يا اخي قررت اني ما نقبلش باي حاجه باش نعدي ريو بسبب الكورونا. ريو تاجل فقررت باش نقرا بريفي، مانيش باش نعدي ريو. وما زلت ان شاء الله عام جاي ندخل نقرا في البريفي، ما زلت ما عملتش انسكريبسيون. انا عامله طويكة ليسونس في الانسترومونتاسيون اوبيراتوار معناتها ادواتيه جراحيه، والليسانس هذي تعمل تقعد 3 سنين متطوب، مازلت بخميغ اني. ما بعد 3 سنين نورمالمون ينجموا يحلوا الماستيغ للي مجوروا معناتها بريسك 6 عبيد ولا 10 عبيد. وفي الماستيغ تنجم تختار اي سوجي ما تابع سنتي، مش لازم في الانسترومنتاسيون اوبيراتوار. ما انا نعرف شكون من الليكول متاعنا عامل انستيزي وخرج لبرا. اما انا بصراحة باش نكمل ليسانس كان عيني طن كمل الماستيغ، سينو نشد في الخدمه نتاعي. انا بنتي تقرا انجينيرا، كي نجحت في الباك كي اللي قعدت هي حايره ما بين الميديسين وال وين. قلت لها انت اختار، نحبش قلت لها انت لازمك تقرر شنو باش تعرف. وانا فرحت كي اللي اخترت، وفرحت اللي ما اخترتش الميديسين بصراحه. من الاول ما كنتش عندي فكره، ما عندي صاحبتي تقرا انستيزي في ليكول هذيك، بدات تحكي لي على السيكسيون هذيا وبصراحة حطيتها ومشيت بغازاغ زيدا. وكي قريتها عجبتني،
معناتها انتريسونت. الشوا اللي في بالي باش نعدي عليه ريو نفسه باش نقراه بريفي خاطر الدومين هذاك انا اللي اخترته ونحبه يعني. انا خانا اخترته. الحق ترى بينا ما نكذبش عليك الكونتابيليتي ما نحبهاش جمله قريت حاجه ما نحبهاش زدت كرهتها معناتها في الخدمه. جه مت عليا باش كمل نقرا اصلا الكونتابيليتي. ماذا بينا نعمل حاجه اخرى معناتها فهمت. قلت نعمل فورماسيون اونجلي فماش ما نشوف حاجه اخرى تتحل في وجهي. كان لقيت روحي بالقدا في الخريج قلت نكمل علاش لا. اختياري الدومين كان انا يعني انا بالعكس اللي اقنعت عائلتي بالدومين. انا اخترت اورتوفوني يعني كل ما هو تقويم نطق للصغار وكل اللي هو دومين نحبه ويجمع برشا حاجات نحبها. فعائلتي كلقتني حاجه نحبها ونحب ندخل لها ومتشجعه وكل فهي فرحت. لازم الام بالطبيعه باش تنصح بنتها في حاجات وباش توجهها باش تقول لها وفي الاخر هي تختار معناتها الحاجه اللي تحبها باش تكمل انجينيرا وبعد ايش كان باش تعمل اختصاص. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل نصف النهار. تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم شنو نجم نعمل ولا شنو المشاكل اللي تنجم تعترضني بعد ما نكمل المرحله الاولى والمرحله الثانيه من التعليم العالي. تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. كنا نسمعوا مدام سلمى في الميكرو تروتوار وتلقى عبارات نتاع انا ما عنديش فكره مشيت بالسيف دومين هذاك اخترته من بعد ما عرفت كيفاش نجم نكمل فيه ولا نحسن من روحي حبيت نبدل اما ما عرفتش كيفاش. كي تلام يمكن العبارات الكل تقام مقسومين على اثنين، فما عبيد عملت حاجه عرفت شنو تعمل، وفما عبيد وقفت غادي وما عرفتش شنو تعمل، خديت حاجه هي ما تحبهاش وحصلت كما نقولوا احنا. دونك دخلنا نتبعوا ثنيات الزوز، اللي يعرف شنو عمل ويحب يواصل ويحسن من الدبلوم نتاعو كيفاش نجموا ننصحوه، واللي ما لقاش كيفاش يعمل ما يقعدش واقف هكاكا، شنو الحاجات اللي نجم يعملهم باش يكمل حياته باش لازم يكمل قرايته باش ينجم يدبر خدمه محترمه نهار اخر ويدخل منها داخل محترم. وي الوغ اللي يحب يعمل اللي يحب يعرف روحه شنو يحب يعمل. ديجا مش خاطر تعرف روحك شنو تحب تعمل اللي هكا طول تمشي من غير ما تخمم وقتها لازمك تاخذ وقت وتتعمق في الريفليكسيون نتاعك. تقول به انا نعرف شنو نحب نعمل اسكو نحب جو سبيسياليز باغ اكزومبل في الفورماسيون نتاعي ولا نحاول باغ اكزومبل نتعمق اكثر في المحصول اللي عندي ديجا والا نقول لا انا نعرف شنو نحب نعمل اما نحب ناخذ باغ اكزومبل ان دوبل كومبيتونس. ناخذوا ليكزامبل كلاسيك نتاع العباد اللي يعملوا باغ اكزومبل ان ديبلوم ان تكنيك وان انجينيور ويحب يعمل دوبل كومبيتونس ماناجيريال. دونك يولي عنده خاطر يعرف اللي في سوق الشغل توا نطلبوا مع عباد بوليفالون دو بلوز ان بلوس اذا عندهم دوبل فولي. دونك نحاول نخمم نقول انا فينالمون شنو نحب نعمل اسكو نحب نتعمق ولا ناخذ دوبل كومبيتونس. دونك ديجا هذه حاجه امبورتونت. من بعد نشوف به انا نعرف روحي شنو نحب شنو هو الدبلوم اللي يخليني معناتها نحقق مون بروجي بروفيسيونيل. سي تري امبورتون معناتها لازم ياخذ المعلومه بالكدا معناتها وين في انا ايكول شنو هو السيستيم شنو هو الكفاءات المطلوبه اللي تخليني معناتها نتبع الدبلوم هذايا. دونك امبورتون زعما ما عنديش الكفاءات زايد معناتها نحاول اون توكا نحاول نلقى حل. حاجه اخرى كيف قلت انت مقبليك سوق الشغل نحاول نشوف اسكو انا الخدمه اللي اخترتها معناتها ولا مون بروجي بروفيسيونيل مازال مطلوب على سوق الشغل. سورتو مازال مطلوب. مازال مطلوب ولا مش ساتوري. معناتها فهم كان ساتوري وانا نمشي نخرج كي الناس الكل ونلقى روحي ما فماش خدمه عليه ضيعت وقتي. دونك نحاول ناخذ فورماسيون ديجا اللي تخليني وديبلوم يخليني نجم نلقى خدمه. ناخذ توا السيتواسيون نتاعنا نتاع الكورونا فيروس باغ اكزومبل فما دي ميتيي خرجوا جدد نتاع ديجيتال نتاع لي فورماسيون ا ديستانس. علاش كان انا عندي كفاءات ما نحاولش ناخذ المعلومه ونحاول معناتها جو مادابت اللي صاير توا. دونك هذا النقطة الأولى. باهي مازلنا في النقطة الأولى. هو يقول لك أنا باش نختم باش ننطلق من الكلمة اللي أنت كملت منها. يقول لك أنت باش تمشي تاخذ المعلومة. يقول لك أنا منين باش نمشي ناخذ المعلومة الصحيحة واللي تنجم تنفعني. خاطر جينيرالمون تو احنا مثلا نحكي لك حتى الإكسبيريونس تاعي أنا مثلا كي خديت الباك عملت الباك نتاعي باش نعرف شنو باش نتوجه جابونا واحد من التوجيه الجامعي جوست كيفاش نكوشيو صحيح الورقة. أما أنا شنو باش نكوشي وعلاش باش نحط كروا قدام الكازا هذيك بالذات ما يعرفش معناها. دونك أنت لي كومبيتونس هذوما اللي نجم يعمل ولا لي فورماسيون اون ليني اللي نجم يعمل يقول لك انا وين نلقاهم ولا شكون ينجم يقول لي عليهم.
وقتها لازم تمشي تشوف بالحق، لازم تمشي تقابل دي بروفيسيونيل نتاع السيكتور ديجا، معناتها دي سبيساليست في معناتها في اي دومين. باغ اكزومبل نحرش انا اخترت في الانفورماتيك ان اكزومبل، نمشي نشوف عباد نقابل نحاول ديما في المحيط العائلي نتاعنا عندنا شكون عمل ديبلوم انجينيور ان انفورماتيك ولا شكون نعرفوه يخدم عنده اندستري في في البلاصه هذيك، نحاول نمشي نحكي معاه ديجا فهمت، نشوف شنو معناتها السوق شنو طالب بالحق. ما لقيتش المعلومه انترنت ما لقيتش المعلومه، نمشي نحاول نشوف دي كونسيي دورينتاسيون. وقتها كيف قلت انت هذوك نتاع التوجيه الجامعي اللي في عوض يعطيك جوست شنو تعمر في الورقه، لا وقتها هذاك يعاونك باش انت تخرج شنو قدراتك وكفاءاتك وشنو اللي موتيفاسيون نتاعك، خاطر تنجم تكون انت كيف قالت الطفله قاعده نعمل تمام ما عنيش فيها الوغ كان خمت قاعد بالكدا تقول لك شي قاعد حاجه عندها كفاءات اللي يتمشاو مع هي شنو تحب فهمت. دونك فما عالم بي دونك اذا كنا نتجاوزوا النقطه هذه سي بون، نعرف شنو عملت وحسنت من لي كومبيتونس نتاعي، مش تقريت حاجه اخرى. شنو هي التابس يعني اللي تنجم تخليني انا نلقى خدمه محترمه ونمشي في الحاجه اللي نحب عليه؟ الو لوتو فورماسيون فما حاجه نعبي تنساها اللي تو طول لون نتاع الباركور كيف كنتي هاجر نحاول نعمل دي اوتو فورماسيون، فما بلان دو فورماسيون اون ليني ساعه صغار معناتها فريمون كورت مش حاجه كبيره تنجم تكون سيرتيفيانت ولا مش سيرتيفيانت. ليكزامبل كلاسيك نتاع لي لانغ فما توا في سوق الشغل طالب دو بلوز اون بلوس تكون عندك دو تخوا لانغ معناتها فهمت. دونك ديجا كي انت تعرف روحك باغ اكزومبل باهي اون فرونسي وماكش باهي اون انجلي امشي ميساج ما فيها باش تمشي تعمل دو لانجلي اون باراليل مع سوا قرايتك سوا خدمتك ديجا فهمت. هذه حاجه امبورتون لي سيرتيفيكاسيون. دونك فما بلان دو فورماسيون اون لين غراتويت راهو مش فورسيمون راهو تطالب معناتها معناتها مجهود فينانسي معناتها فهمت. لي تنجم تلقاها اون لين معناتها غراتويت، فما بيان سور البيانت اما فما غراتويت اكثر زيد اما غراتويت اكثر موجوده اون لين موجودين برشا برشا معناتها تو حط حتى على الانترنت فورماسيون اون لين اون ما نعرفش شنو تشوف الشيخ يخرج لك معناتها. دونك هذاك الاوتو فورماسيون لازم واحد ديما يخليها في مخه طول الوقت اون سوتو فورم تو طول لون دو بروسيسوس معناتها ملي بديت خذيت الباك معناتها فما حتى في الليسي معناتها فهمت نجم جو في بارتي دو لا في اسوسياتيف زيد هذاك ياسر ياسر فورماتور معناتها في السوسيتي سيفيل ومعناتها تعلمك شنو لي بزوان تاع بلادك شنو انت تنجم شنو تنجم تابورت لبلادك معناتها. دونك سي تري امبورتون هذاك سي حاجه اكستريمون فورماتريس على الاخر سورتو تنجم تخليك حتى تتعلم كيفاش نهار اخر تتعلم كيفاش تحكي مع عارفك ومع العبيد ومع العروفات وكومون تو بريزونت البروجي نتاعك كيفاش نجم تدافع عليه تدافع عليه تدافع على قرايتك كيفاش تنجم تجيب فلوس لك البروجي هذاك وهذاك اهم حاجه عند اي عارف باش يريك علاش باش يدخلك هو خاطر باش تدخل له فلوس. دونك اذا كان انت من الصغر ديجا تعلمت كيفاش تعرف بنفسك وتوري لي كومبيتونس نتاعك وتجيب الفلوس لك الحاجه هذيك دونك سي بون اشتر الخدمه تخدمت معناها. اون ديغي انت محطوط في سوق الشغل وجاوك اون ديغي سوق الشغل خدمه صغيرونا صغيرونا اي فوالا هي خدمه صغيرونا سي فغي على خاطر تخليك حتى تنجم تعملها حتى انت في الليسي معناتها فهمت تنجم تبداها من الاول ça te donne une vision en bas globale ou importante حتى انت عندك ساعات تخمم تلقى روحك دون لا في اسوسياتيف ما تقول تيان انا نجم نعمل منها مشروع نجم نعمل منها حاجه معناتها تعلمني كيفاش جو جير اون سوسيتي كيف قلت معناتها يا بلان دو شوز نجم نتعلموهم معناتها فريمون. مي لازم واحد يقعد ديما اون باراليل مع قرايته مش نقعد جو مي كونتونت من القرايه ولا من الخدمه وكهو ما يزمك شو اسمك تقرا اما اسمك تقرا ديك ديجا ديجا النقطه الاولى. وفي العباد اللي تعرف شنو تحب تعمل تقرا بالكدا على خاطر تحب الحاجه اللي قاعده تقرا فيها، اما ساعات القرايه ما تكفيش على خاطر تو قاعدين نشوفوا في الخدم كيفاه معناها اللي تقراه مش بالضروره هو اللي باش تطبقوا في باش تطبقوا بعد ما تكمل تقرا. يقول لك انا بعد ما قريت 7 سنين اللي قريته انا ولا 8 سنين هذوك كي جيت نخدم ما لقيتش كيفاش نخدم اوكي على الغلطه يمكن اللي يعملوها لي ستوديون اغلب لي ستوديون تلقاه ما يفركسش على ستاج حتى بلاش فلوس ما يدزش ما يدقش البيبان ما يسالش ما يثبتش ما يعرفش اوكي هذاك ستاج مهم ياسر باش يخليك تنجم اي ستاج افكتيفمون اي تري امبورتون على خاطر ديما نقولوا هاي تاعك عندي ستاج اوبليغاتوار عملت التخوازيام اني نتاعي بور لو ميموار معناتها فهمت الوغ كو هو تنجم تعمله قبل ستاج عندك الحق تنجم تعمله في كل صيف تنجم تعمل حتى 15 يوم ستاج جوست باش تنجم تتعرف انت على الميدان باغ اكزومبل عندك هكا تويزيت ما بين زوز ميادين ولا ثلاثه تقول لا نعمل ستاج شويه في هذا شويه في هذا خلينا نشوف بالحق دون لا رياليتي
شنو اللي كيفاش سا كوريسبون ا كوا خاطر نخرجوا بالدبلوم ولا رياليتي اي توت اوتر مش كيف كيف دونك ديجا كي نعمل ستاج عندي فكره ديجا واضحه معناتها على لو ميتي هذاك اللي نختارته دونك سا سي تري امبورطون دونك فير بوكو دو ستاج معناتها لا في اسوسياتيف دونك اون ريزوم لا في اسوسياتيف دي ستاج دي فورماسيون ان لانغ دونك هذا الكل quand même il va y avoir quand même une idée واضحه على لو ميتي اللي انت تحب تعمله من بعد الفكره الواضحه على لو ميتي اللي انت تحب تعمله من بعد فما فكره اخرى زاده في مخك اسكو تقعد تخدم به في تونس ولا نجم يحلك افاق انك تمشي تخدم به خارج حدود خارج حدود الوطن اي باش فما عبيد تجم alors le diplôme tunisien il faut le savoir معناتها un diplôme qui est reconnu معناتها على الشان الدولي هما احنا نصرفوا عليهم بعد وما يهزوهم اي فوالا بعد هذيك شنو مطلوب معناتها هكا ولا هكا في certain ميادين vraiment ortisasat yes le matloub معناتها ناخذ l'exemple de l'informatique des réseaux informatiques réseaux télécom c'est des diplômes extrêmement les diplômes d'ingénieur par exemple fi tounes tawa yes le matloubin à l'étranger donc du coup ça donne plein d'opportunités donc je m'imchi un stage le bar il n'a jamais juste yemchi une courte formation il n'a jamais yemchi yخدم ou n'a jamais يكمل يقرا donc عنده la possibilité avec le diplôme tunisien باش يمشي يحل افاق كبيره معناتها وينجم يرجع من بعد وينجم يعمل اللي يحبه وينجم يمشي في بلدان اخرين يعمل اللي يحب باهي وكيما قلت انت مدام فما برشا عبيد يجهلوا باغ اكزومبل اللي فما معناها دي فاكولتي معناها بوبليك اللي عندهم اتفاقيات نتاع شراكه مع بلدان اخرى اللي تنجم تحلك خاطر نقول قايل ما ينجم يمشي لبرا كان اللي عنده فلوس ولا ماديا مرتاح شويه اوغ كو لي ساعات قرايتك وحدها كان انت تعرف وين تسال وين مشيت قريت اصلا من الاول تنجم تحلك افاق اخرى انت ما كنتش في بالك به اي توت افي فما انورمومون توا ديتابليسمون بوبليك في تونس يونيفرسيتي عندهم des partenariats avec des universités étrangères et même pas l'étudiant fibé l'autre il y a l'école même pas il y juste un petit les me dit qui m'attaque des mouilles dit how lire le maloum le maximum maintenant un tam qu'on est venu l'eau autour de nous ou col on retard ou l'école en fonction des partenariats et d'achat femme à des écoles t'as entamé un premier cycle une par exemple un cycle ingénieur une première année de cycle ingénieur fait tout ou t'as entamé la deuxième année ou la troisième année en partenariat avec l'université française donc toi il y par exemple j'ai pris la France mais ça peut être un autre pays mais toi l'état je me connais avec un double diplôme par exemple un diplôme tunisien et un diplôme étranger tu as l'exemple pas à faire femme à beaucoup de possibilités femme à Z la possibilité d'un coup elle par exemple le diplôme vous avez créé diplôme ou mais à chaque premier cycle alors ça peut être un premier cycle juste une prépa voilà un BTS voilà une licence voilà un cycle ingénieur ou mais à chaque fois il aime bien le وقت النجم انا ننصحهم de faire ce qu'on appelle les années blanches entre guillemets معناتها مش véritablement une année blanche معناتها une année blanche لازم تكون constructive ou معناتها importante وقت النجم نعملو effectivement des stages à l'étranger نعملو les formations les on peut avoir même des expériences professionnelles littéralement نحاول ناخذ اكثر معناتها كومبيتونس اللي معناتها حاجتنا بيهم باش من بعد نقول اي انا نكمل ولا ما نكملش اسكو نجم فينالمون جيفولو في خدمتي ولا لا هاو نعرف انا توا الخدمه نعرفها مليح نعرف شنو حاجتي كونفورماسيون باش نكمل باهي يعطيك صحة مدام مازلنا مكملين معاك من توا حطيكش النصف النهار تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف بحدينا مدام سلمى كسر بن سلامة مستشارة في التوجيه الدراسي والمهني واليوم نحكيو على شنو نجم نعمل بعد ما نكمل المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية من التعليم العالي مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف ما تبعدوش بعيد هنا راجعين